رجعنا لكم تاني في الفقره الاساسيه للبرنامج، وهي فقره الكبسوله اللي احنا بقالنا يمكن شهرين مفتقدينها، لان الكبسوله كمان كانت قاعده في البيت. الكبسوله النهارده هتكلمنا في موضوع في منتهى الاهميه، موضوع بيشغل كل الناس اللي بتبحث في موضوع كورونا، وهو موضوع البلازما. خلينا الاول نرحب بضيف ضيفكم الدكتور محمد راشد الشارح الاستاذ المعنى. دكتور محمد صباح الفل عليك. صباح النور يا دكتور. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اخبار صحتك ايه؟ الحمد لله والله. ربنا يخليك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. دكتور محمد، البلازما، عايزين نعرف ما هي البلازما، لان دلوقتي تعرف البلازما وهي داخله يقول لك الحالات الحرجه تاخد بلازما المتعافين والكلام ده كله. عايزين الاول نعرف يعني ايه بلازما. هو يعني باختصار شديد احنا الدم ده نسيج له مجموعه من المكونات. تمام. احدى المكونات الرئيسيه فيه البلازما. عندي بلازما وكرات دم بيضاء وكرات دم حمراء. تمام. البلازما ده عباره عن ايه؟ عباره عن السفينه الكبيره اللي شايله الكلام ده كله، بيمشي في الدم كله. تمام. البلازما ده عباره عن ايه؟ عباره عن هي تمثل 55% من حجم مكونات الدم. تمام. عباره عن حوالي 92% منها ميه، البلازما بس لوحدها. 92% من البلازما ميه. ميه، عباره عن ميه، ميه، والباقي عباره عن ايه؟ عباره عن اكسده مضاده، عباره عن بروتينات، عباره عن املاح. تمام. عناصر زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، عناصر. تمام. كل ده موجود في قلب البلازما. تمام. ده دي فكره البلازما. تمام. تمام. طيب احنا ايه علاقتها ايه في الموضوع بتاعنا؟ احنا دلوقتي طبعا الموضوع ده ما هوش جديد، موضوع استخدام البلازما، او احنا بالاخص اللي هو الاجسام المضاده المكونه في البلازما لشخص حصل له اصابه سابقه وتعافى. هو ده اللي احنا بنتعامل معاه، ده اللي احنا نقصده. ده اللي احنا نقصده في الموضوع. تاني يا دكتور كده. تاني احنا بنتكلم على البلازما اللي فيها اجسام مضاده ضد الفيروس، اجسام مضاده اتكونت ضد الفيروس اللي هو فيروس كورونا لشخص تم تعافيه. يعني اذا هو احنا عندنا شخص كان مصاب بفيروس كورونا وتعافى. تعافى. يبقى الجسم بتاعه والدم بتاعه فيه اجسام مضاده، الاجسام المضاده دي موجوده في البلازما. صحيح. صح كده؟ الاجسام المضاده موجوده في البلازما. احنا دورنا دلوقتي اللي في الموضوع ان انت النهارده حضرتك، طب ايه فكرتها؟ ايه فكرتها؟ هي دي اللي خرجنا منها حاجه اسمها سيرم او مصل. يبقى البلازما اللي هي عباره او المصل هي عباره عن الاجسام المضاده اللي موجوده في البلازما لشخص متعافي. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بنقول بشكل عام تعريفها ايه؟ هي عباره عن عباره عن اجسام مضاده او مضادات سموم تم تحضيرها. بيتم تم ايه تحضيرها؟ تم تحضيرها جوه جسم الانسان، جوه جسم انسان او ايا كان، او تمام. حتى حيوان. تمام. يبقى هي دي الفكره العامه، في اجسام مضاده او مضادات سموم تم تحضيرها. بهدف ايه بقى؟ بهدف ان انا احقنها في شخص محتاج يكون مناعه بشكل سريع، وبتكون في فترة قليلة عشان يقدر يواجه الميكروب أو الفيروس اللي موجود عندي في هذه الحالة. باخدها من الإنسان المتعافي بعد قد إيه؟ باخدها يعني هو طبعا بعد حوالي يعني 14 يوم، من 14 يوم لشهر أو 30 يوم من إصابته ولا من تعافيه؟ من تعافيه. من تعافيه. من تعافيه. ليه؟ عشان نقدر نضمن إن كمية الأجسام المضادة كمية كافية جدا، لأن في الحالة دي عندي بتتقسم الامصال دي او البلازما دي بتتقسم لثلاث انواع، اللي هو حاجه اسمها الجلوبولين الايه البشري، ده عباره عن بناخده من اي واحد حصل له اصابه. تمام. من فيروس او اي حاجه بيتم ناخدها منه، ودي بقى فيها ايه؟ فيها حاجه اسمها ايمونوجلوبين اي جي جي. تمام. واي جي ام. والنسبه من حاجه اسمها الاي جي اي. تمام. دي اجسام مضاده. دي اللي من دورها ان هي تسبب، بتبقى متخصصه ضد الفيروس او ضد الميكروب. هي. بتبقى لفتره قليله. طب احنا بنستخدمها ليه؟ بنستخدمها لان انا ما عنديش تطعيم في حاله وباء، وانا دلوقتي ده اللي العالم فيه دلوقتي، اللي هو العالم موجود فيه دلوقتي، لحين ما يحصل تطعيم، التطعيم اللي هو اللقاح. فعشان كده ده بيختلف، ده بنسميه سيرم او بنسميه مصل او بيتسمى مجازا بلازما، ده مختلف تماما عن اللقاح. طب ايه اللقاح اللي هو برده عامل اللي هو الفيروس نفسه؟ تمام. بتركيزات قليله جدا، سواء كان مضاعف او ميت. تمام. بهدف احداث اجسام مضاده جوه الجسم. اجسام مضاده جوه الجسم. تمام. دي بقى اللي بتنقلها لحاجه اسمها مناعه سلبيه ومناعه ايجابيه. البلازما دي حاجه اسمها مناعه سلبيه. يعني ايه مناعه سلبيه؟ يعني انا محتاج حاجه فيها اجسام مضاده من بره جسم الانسان عشان تساعد جسم الانسان على يعني يواجه هذا الفيروس. دي المناعه السلبيه. دي المناعه السلبيه، ان هو الجسم نفسه ما تدخلش فيها باي حاجه، كون اجسام جايبها بره بتحضرها جاهز. اما المناعه الايجابيه اللي هي الاكتيف ايمونيتي، اللي هي عباره عن ان الجسم او الجهاز المناعي نفسه بيكون اجسام
مضاده ضد هو نفسه ضد الفيروس او ضد الميكروب، يعني لما يحصل تعرض للفيروس الجسم نفسه يكون مناعه او بيكون اجسام مضاده. عايز اقول لك ودي منها. اتفضل. هو كلامك النهارده لكلام ايجابي صحيح، بس انت عايز تقول حاجه كمان حته صغيره. عايزين نقول ان المناعه الايجابيه دي منها حاجتين، مناعه ايجابيه طبيعيه، ودي اللي بتحصل الاجسام المضاده تتكون نتيجه للتعرض للفيروس السالي يكونها. تمام. في مناعه يعني ايجابيه يعني صناعيه، دي بقى من خلال اللقاح اللي هو بياخد بقى حاجه متحضره بره ويبدا يتحقن. الفرق بين الاثنين في الغالب المناعه الطبيعيه الايجابيه الطبيعيه بتاخد وقت طويل جدا، يعني بيبقى تاثيرها طويل، بيفضل الاجسام المضاده نسبه وقت كبير جدا في الدم، فبيبقى حاجه كويسه. اما الثانيه في الغالب بتاخد وقت ممكن يبقى طويل لكن مش طويل قوي، وبتحتاج في كل وقت كل فتره بيسموها البوستر دوز او اللي هي الجرعات الترشيحيه. صدقني في اللي هقوله لك، اتفضل. كل كبسولاتك حلوه، انما الكبسوله بتاعت النهارده من احلى الكبسولات. ربنا يخليك يا فندم. وتحس ان الكبسوله النهارده سريعه، التاثير بتاعها سريع، وهياخد المناعه الايجابيه. كلامك النهارده كان ايجابي. ربنا يخليك. احنا بس احنا الاسبوع الجاي عايزين نكمل، لان في كذا سؤال جاي لي، بس هخليهم لك مفاجاه الاسبوع الجاي ان شاء الله يا فندم. شكرا يا فندم، اشكرك جدا على الكبسوله بتاعت النهارده. تحت امرك. انا بنيابه عنكم بشكر الدكتور محمد راشد على المعلومه الايجابيه النهارده، البلازما والمناعه الايجابيه والمناعه السلبيه. بالمناسبه احنا محتاجين الاول المناعه الايجابيه، وبعد كده في بعض الاحيان نلجا للمناعه السلبيه. خلينا بقى نستعد للفقره الثالثه والاخيره برنامجنا النهارده، جيل المستقبل. شباب زي الورد زي الفل، هم المستقبل بتاع مصر. بيتكلموا عن حاجه تخص الاطفال. طب اقول لكم على حاجه، طب ما تيجي نشوف الفقره الثالثه دي هتكلمنا عليها. فاصل ونواصل.